السلام عليكم، معكم دكتور سكينة جدي، اختصاصية في الجهاز الهضمي. الموضوع ديالنا اليوم كيتجلى في أمراض الجهاز الهضمي ورمضان، وكيفاش غنقدروا ندوزوا رمضان بطريقة جيدة وبصحة جيدة وبدون مشاكل في الجهاز الهضمي. أمراض الجهاز الهضمي كتكون كثيرة في رمضان، وكنشاهدوا بزاف ديال الاضطرابات في شهر رمضان، وهذا الشيء لعدة أسباب. والأسباب السبب الأول هو نوعية الأكل. كناكلوا بزاف ديال في رمضان، كيكون هناك مهرجان ديال الأكل، وكناكلوا بزاف ديال المواد الغنية بالسكريات وغنية بالمواد الدسمة والعجائن. وكتكون أيضا مش من غير نوعية ديال الأكل، كتكون طريقة الأكل، كيكون هناك إسراف في الأكل، كيكون أكل بالليل، وبغض النظر عن نوعية الأكل كيكون أيضا المشروبات. في رمضان كيكونوا الناس كيشربوا بزاف ديال القهوة، كيشربوا بزاف ديال الشاي أو أتاي، كيكون شرب ديال العصائر، وهذا الشيء كيأثر على الجهاز الهضمي. كاين أيضا مشاكل أيضا كقلة النوم، كالسهر، كقلة الحركة، وهذا الشيء أيضا كيأثر بطريقة غير مباشرة على الجهاز الهضمي. شنو هما انواع الاضطرابات اللي كيعانوا بها الناس بصفه عامه في الجهاز الهضمي في رمضان؟ اولا كيكون هناك عسر في الهضم، اللي هو كيقول لك انه المريض كيحس بالتخمه من بعد الافطار، كيحس بانه الماكله ما كتطحنش مزيان، كيقدر يحسوا الناس بالارتجاع المعدي واللي هو كتسمى بالحموضه ولا الحرقه. بغض النظر عن هذه المشاكل في المعده، كاينين الناس اللي كيحسوا باضطرابات في القولون او لا مش كنسميوه بالمصران، كيحسوا بانه هناك انتفاخ في المصران، وهذا ناتج عن المأكولات اللي قلنا بعد قبل قليل غنية بالسكريات والدهنيات كتؤدي الى انتفاخات في الجهاز الهضمي. كاين ايضا الغثيان او كيتسمى بالرضان، وايضا كيكون بما اننا كنكونوا كنصوموا لمده ديال 12 ساعه، كيقدروا الناس يحسوا بالامساك او كنسموه بالقبض، او بالعكس فاش كنتناولوا ولا فاش كيكون عندنا عادات غذائيه غير مناسبه كتعطينا اسهال في رمضان. وكذلك كيكونوا الناس اللي عندهم مثلا حجر في المراره، واللي كتكون عندهم التهاب في المراره مع رمضان، مع نوعيه الاكل اللي كناكلو كيكون غني بالمواد الدسمه، كيقدر يعطينا الم في المراره او كنسميوه بلاكريز ديال المراره. لذلك الناس اللي كيعانيوا من هذه الاضطرابات خص ضروري يزوروا الطبيب ديالهم قبل رمضان باش يعطيهم نصائح، ويعطيهم نصائح غذائيه وادويه اللي مساعدتهم لتجاوز رمضان بصحة جيدة. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى الحلقة المجية إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.